ورحمه الله وبركاته. معكم الاخ نصر الله صلاح الدين، فيدراليه وداديه العمال والتجار المغاربه. جينا اهل الدار البيضاء على القضيه الفلسطينيه، القضيه ديال الامه، القضيه ديال العرب، ودابا ولات القضيه ديال العالم كله. من هنا كنشوفوا الاطفال كيتقتلوا، والشيوخ كيتقتلوا، والشياب كيتقتلوا. هادو لي زيزرايليا ايزون ديفيني دي كريمينال، دي اساسا. نورمالمون خاصهم يتحاكموا دوفو التريبينال مونديال، خاصهم يمشيو لهاي. هاد الناس جابيل لو موند اونتي كي ديبوز بلانت كونتر سي جون لا، باسكو سي دي كريمينال. تو لي زونفون تو كي تي ان انفون سي ان كريمينال. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الشعب المغربي نتضامن كل التضامن مع الشعب الفلسطيني، نقول له نحن معكم نحن ندين هذه الاعمال الاجراميه التي يقوم بها الكيان الصهيوني الاراضي المحتله ونفسيه في قطاع غزه. بعد ما كنشوفوا انه المدنيين والأفراد السكنية والأفراد الصحفية، وهذه جريمة في ظل سكوت العالم والأمة العربية والحكام العربيون على هذا. والحمد لله رب العالمين. اللهم دمرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم وحد صفوف المرابطين. اللهم وحد كلمة المجاهدين. اللهم رد بالمسلمين جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم رد بنا جميعا الى دينك يا رحمن يا رحيم. اللهم اصلح احوالنا وابناءنا ورد بنا الى دينك يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمه من كل ذنب والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعه ذنبا الا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.